خلينا نتكلم عن الكنز 2 وهو الفيلم اللي هنشاهده النهارده بعد هذه الندوه، وهو فيلم من اخراج الاستاذ شريف عرفه. الاستاذ شريف عرفه هو احد كبار طبعا على مدار تاريخ السينما المصريه. ده صحيح. ماذا اضفت لشريف عرفه؟ ماذا اضاف الشريف عرفه لي؟ يكون السؤال ماذا اضاف شريف عرفه لك؟ لم يضف لي اي شيء. انا لم اضيف له وهو لم يضيف لي، لكني في هذا الفيلم تعرفت عليه. السلام عليكم. اتفضل. فهو لم يضيف لي وانا لم اضيف له، لكننا تعرفنا على بعض من خلال كم مشهد. تقييمك لدورك في الكنز 2 بالنسبه للتاريخ اللي قدمه نوح اسماعيل على مدار دور جديد، دور جديد وكويس وله وجود في الفيلم، لانه هو في صراع دائم مع شبسوه، والشخصية دائما المحورية هي الشخصية التي تبقى ويكون لها تأثير. من الذي قام بدور حبشتسوه؟ ممثلة عظيمة، فكرني. هند صبري. هل كان ليك عمل مع محمد رمضان؟ لا، يعني نلتقي مع بعض يعني؟ لا، كنا في الفيلم لكن ما التقيناش. طب التقيته اثناء التصوير؟ لا، انا شفته على المسرح وعجبني واداشه. في مسرحية ايه؟ اللي هو عمل اهل رمضان. وقابلته؟ هو اللي طلب، قال لو سمحت عايزك تيجي تتفرج عليا. ورحت اتفرجت عليه، لقيته هايل وفيزيكال فيتنس وممثل له حضور وجميل، ومن حقه ان يتباهى بما حقه. يعني عايز شويه عربيات ما تسيبه ويستمتع. ما كل نجم من نجوم مصر يمتلك الكثير والكثير، اشمعنى ده بقى اللي هنقول عربيات والشرابيات؟ كلهم عندهم. تراه امتداد لاحمد زكي؟ لا، هو شيء غير مسبوق في تاريخ السينما المصريه كلها. احمد زكي عبقري لوحده على جنب، ده اكسبشن، استثناء. اما محمد رمضان فهو شاب كان عنده 26 سنه وبيبدا، واصبح في القمه بسرعه وترك بصمه، لكنه محتاج لحد زي ما قلت رايي فيه يقول له ستوب، انت اخطات هنا، صلح هنا، بلاش كده، يعني لازم تظبط ادوار، تصحح اشياء قد تكون اخطات فيه. هو كان صغير في السن وبيعمل الحاجات دي، لكن هو مشترك مع مجموعه، يعني مع المنتج والمؤلف والموزع والحاجات دي كلها، فهم دول شركاء في صنعه. هو لم يصنع مستوى بنفسه. لما سالتك هو امتداد لاحمد زكي قلت لي لا، هو حاجه لوحده خالص، هو يعني اقوى من احمد زكي؟ لا، مفيش حد يقارن باحمد زكي اطلاقا. احمد زكي استثناء ليوم القيامه. ليه؟ لازم تعرف ليه. نعم. هو جسد احاسيس متباينه، مثيره، غريبه، متناقضه، وحط يعني نكش الانسان جامد قوي. نكش احاسيس جديده، واخد بالك؟ فاضاف احاسيس في السينما قد تباهي ناس كبار في تاريخ السينما العالميه بره.